فإن أعرضوا يا محمد عن اتباعك ورفضوا اتباعك بعد كل هذه الآيات الواضحة والحجج الدامغة التي ذكرتها لهم، فاعلم أن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. والمفسدين جمع مفسد، وهو كل من يعدل عن الحق إلى الباطل، وسيعاقبهم على ذلك العقاب الأليم. فاقطع كلامك معهم وأعرض عنهم وفوض أمرهم إلى الله. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.